قال رحمه الله: ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصدروا دعاءهم بقولهم ربنا، وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة، وهو الخلق والتدبير وإيصال ما بهم تستقيم الأبدان، والتربية الخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم، وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه، فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم. ولهذا كان أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها، فهي اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي، قالوا وقنا عذاب النار. فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. هذه الدعوة دعوة عظيمة، وصفها الشيخ رحمه الله وأحسن في الوصف بقوله: هذا دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أصحاب الهمم العالية والقلوب الطيبة وأهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألهمهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لهذا الدعاء. والحج من أسباب إجابة الدعاء، والحاج مستجاب الدعوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحاج مستجاب الدعوة. ومن الفقه، من فقه الحج، أن يعتني الحاج بهذه الدعوة العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل من فقه الحياة كلها أن يعتني المسلم بهذه الدعوة ويكثر منها، لأن هذه الدعوة مثل ما أشار الشيخ في خاتمة كلامه كانت أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أنس، كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يدعو به عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان بعض السلف من عنايتهم بهذه الدعوة كل ما عرضت له حاجة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا فقه عظيم جدا. مثلا يريد زواج، يريد زوجة صالحة، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. إذا يريد بيتا طيبا حسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد علما نافعا وفقها في دين الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد الوقاية من ذنوب أرقت وأتعبت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من هذا الدعاء، كان أكثر دعاءه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فهي دعوة عظيمة جامعة جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. بدأها الشيخ بتنبيه لطيف، وهو أن هذا الدعاء وأكثر أدعية القرآن مبدوءة بربنا، ربي هكذا. ولهذا سر وحكمة. ذكر بعض العلماء أن الدعاء بربي أو ربنا وكثرة هذا الاسم بين يدي الدعاء في القرآن الكريم لأن الداعي ينبغي أن يستشعر ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته التي دل عليها هذا الاسم، الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين. والربوبية تتناول معنيين أشار إليهما الشيخ، الربوبية العامة والربوبية الخاصة. الربوبية العامة الخلق والرزق والإنعام والتدبير والعطاء، هذه عامة لكل الناس، المسلم والكافر والبر والفاجر، الجميع ربهم أي خالقهم رازقهم مدبر شؤونهم. مثل ما وصف الشيخ معنى تربية الله العامة الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان، ما به تستقيم الأبدان، وهذا يشمل الناس كلهم، البر والفاجر والمسلم والكافر إلى آخر. والنوع الثاني التربية الخاصة، وهذه أيضا من معاني الربوبية. التربية الخاصة أي خاصة بالخيار، عباد الله أولياء الله أصفيائه سبحانه وتعالى الذين رباهم الله بلطفه فأصلح لهم دينهم ودنياهم وهداهم إلى صراطه المستقيم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. فعندما يقول الداعي ربنا يستشعر هذه الربوبية العامة، الخلق والرزق والتدبير والعطاء وإلى غيره، ويستشعر أيضا التربية الخاصة أن هداها الله للإسلام وجعلها من أهل هذا الدين وشرح صدره للاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله بربوبيته، يتوسل إلى الله بربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعنى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو تنظر في كتب التفسير تجد أن عبارات السلف رحمهم الله في معنى قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة واسعة جدا. اقرأ تفسير الصحابة والتابعين لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة تجد عبارات كثيرة، الذي يقول الدار الواسعة، والذي يقول الزوجة الصالحة، والذي يقول المركب الطيب، والذي يقول الراحة في الدنيا، والذي يقول العمل الصالح، والذي يقول العلم النافع. وهذه التفسيرات كلها صحيحة وكلها يشملها هذا المعنى، لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا معنى واسع يشمل كل حسنة في الدنيا، يشمل كل خير يؤتى فيه للعبد في الدنيا، يشمل الخيرات الدينية والخيرات الدنيوية كلها. فانظر كيف جمعت لك هذه اللفظة خير الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها، فهي اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. وقوله وفي الآخرة حسنة، قال وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته، نعم الآخرة ونعيم الآخرة واسع جدا،
ولو أراد إنسان أن يستقصي في العد طلب نعيم الآخرة ما استطاع أن يستقصي شيئا ولا استطاع أن يأتي ببعضه، بل يعد السلف هذا من الاعتداء. لو أن شخصا يقول في دعاء اللهم إني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها ويفصل، يعدون هذا من الاعتداء في الدعاء. لكن إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة، إذا أعطاك الله الجنة أعطاك الجنة وما فيها، وإذا قلت اللهم آتنا في الآخرة حسنة شمل هذا كله، الجنة وكل نعيم في الآخرة داخل تحته. ولهذا يقول الشيخ: وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه والذنوب والمعاصي، قالوا وقنا عذاب النار. وانتبه إلى فائدة هنا أيضا مهمة جدا، قولك في هذا الدعاء وقنا عذاب النار يتضمن النجاة من النار نفسها أي دخولها أجرنا الله منها، ويتضمن الوقاية من الأسباب التي تفضي بالعبد إلى النار وهي المعاصي والذنوب. فإذا قلت وقنا عذاب النار تضمن الوقاية منها دخولا والوقاية من الأسباب التي تفضي بفاعلها إلى دخول النار. قال: فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك الدعاء الذي في